أتوقع أن كلمة المصالحة لم تكن موفقة في التعبير عما تريده تركيا تحديدا. أتوقع أن ما يتم الحديث عنه هو فتح قنوات حوار هي أقوى من أو ربما أبلغ من كلمة المصالحة، وإلا بعد شلالات الدم التي سالت والقتلى التي والقتلى الذين قتلوا والدمار الذي تم عمله في سوريا، لا يمكن أن يأمن الضحية من الجزار كما يقولون، وبالتالي كيف تكون المصالحة؟ وإنما المقصود هو فتح قنوات سياسية ودبلوماسية، إعادة تفعيل هذه القنوات من أجل تفعيل الحل السياسي، هذا هو المقصود أنا برأيي، وإلا لا أتوقع أنه سيكون هنالك أمان ونتائج إيجابية مع نظام هو لا يعترف أصلا أو لا يؤمن جانبه في إذا ما استفرد بشعبه وبمعارضته. لا توجد معارضة حقيقية في سوريا، وبالتالي تركيا ربما تريد أن تكون لاعبا ضامنا للحل السياسي والدبلوماسي، لأن 11 عاما وأنت مكانك راوح، لا توجد نتائج إيجابية على الأرض. نعم. والمشكلة يجب أن تحل. طيب